رحبوا بكم من جديد. يقترب العلماء شيئا فشيئا من الوصول إلى علاجات ثورية لأمراض القلب الوراثية، ما قد يقلل من مخاطر الوفاة المبكرة أو الاحتياج إلى عمليات لزرع القلب، إذ يتعاون فريق عالمي من خبراء القلب من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في مشروع يحمل اسم Cure Heart لتحويل علاجات جينية فعالة لاعتدال عضلة القلب خصوصا الوراثية منها. وبناء عليه يبدو أن العلاج الأول هو في نوعه في العالم لأمراض القلب الوراثية قد يصبح في متناول يدنا قريبا. إذ تمكن العلماء خلال الدراسة من التعرف على جينات معيبة عدة تتسبب عادة في حدوث عدد من أمراض القلب الوراثية، ولا سيما أن اعتلال عضلة القلب مرض شائع للغاية ويؤثر على شخص واحد من بين كل 250 شخصا حول العالم. ووفق أحد العلماء المشاركين في هذه الدراسة التي سيقوم العلماء خلال الأبحاث باستخدام تقنيات وراثية دقيقة في القلب لأول مرة تسمى التعديل الأساسي والأولي لتصميم واختبار أول علاج لأمراض عضلة القلب الوراثية بهدف إيقاف عمل الجينات المعيبة لعملها ومنعها من إنتاج الطفرات الوراثية الضارة المسببة أو التي تسبب عادة أمراض القلب الوراثية. ووفق الدراسة فإن هناك حالات مرضية عدة تمكن التعرف فيها على جين معين ذو نشاط غير طبيعي وتمكن العلماء من تحديده، وبالتالي فهناك فرصة محتملة اليوم من الناحية النظرية يتم الذهاب مباشرة إلى الخلية وإصلاح المشكلة الأساسية لدى هؤلاء الأشخاص وبالتالي علاجهم. وفي حين أن الباحثين لم يصلوا بعد إلى مرحلة التجارب البشرية السريرية، إلا أن هناك بشائر للعلاج حتى الآن تعد واعدة للغاية بعد أن شهدت التجارب بالفعل نجاحا على مستوى الحيوانات، فحسب ما قال العلماء لصحيفة The Guardian البريطانية. ينضم إلينا من ولاية كاليفورنيا الأمريكية الدكتور عبد الكريم شرف الاستشاري في أمراض القلب والأوعية الدموية والقسطرة التداخلية. دكتور، ما أهمية هذه المعلومة الطبية اليوم التي ممكن أن تفيد كثيرين في المستقبل؟ شكرا جزيلا لكم على استضافتي في قناتكم. حقيقة هذا بحث يعني سيشكل فعلا طفرة في عالم الطب وعلاج أمراض القلب. مقدمة بسيطة للمشاهد الكريم، مرض القلب هو سبب الوفاة الأول إلى حد الآن في العالم، حوالي 20 إلى 25% من أسباب الوفاة يكون سببها القلب. يعني القلب هو المضخة الدموية للجسم والذي يبدأ في العمل في الرحم من الأسبوع الخامس والسادس. وأمراض القلب هناك أنواع مكتسبة، عوامل مكتسبة تؤثر عليه مثل التدخين وأنواع الطعام، والعامل الأهم الحقيقة في كل أمراض القلب هو العامل الوراثي والجيني، ما نسميه بالجينيتيك بريدسبوزيشن، القابلية للمرض. فتجد هناك مثلا عائلات أو أشخاص في عمر صغير في السن بسبب العامل الوراثي يحدث لهم جلطات في حالة في القلب أو أمراض ضعف في عضلة القلب في عمر صغير جدا، في عمر 35 أو 40، وعائلات أخرى لأن لا يوجد لديهم هذا الجين يحصل لهم أمراض القلب في عمر متقدم مثلا في 80 مثلا. جميل دكتور، يعني هذه الدراسة يعني وصفت بأنها دراسة ثورية، هل ممكن أن تضعنا في تفاصيلها وأهميتها اليوم؟ صحيح. فالمشكلة في عضلة القلب، هذه الدراسة ركزت Cure Heart، هي دراسة بريطانية أمريكية ومعهد سنغافورة للقلب، ركزوا بالذات على عضلة القلب لأن هناك أمراض تضخم في عضلة القلب وأمراض ضعف وتوسع في عضلة القلب، عندما وهي أمراض وراثية، وعندما هناك مثلا عائلين بهذا المرض 50% سينتقل الى الاولاد الاخرين. المشكله في عضله القلب انه اذا حصل بها اي ضرر سيكون هذا الضرر دائم ولا يمكن استرجاعه مره اخرى. فعلى سبيل المثال، عندما تحصل جلطه في القلب ويحصل انسداد في الشرايين يموت جزء من عضله القلب خلال 60 دقيقة إذا لم يتم إعادة التروية الدموية واسترجاعها. طب كيف يمكن تفادي ذلك؟
إذا لم يكن الأمر وراثيا كيف يمكن تفادي أن يكون هناك مشكلة في عضلة القلب؟ صحيح. فالأسباب 50% تكون مثلا أسباب فيروسية أو أدوية محددة تسبب ضعف في عضلة القلب، أسباب أخرى وهي كثيرة وراثية. الدراسة البريطانية الأمريكية وسنغافورية يركزون على هذا الشيء، هم يحاولون معرفة الجين المسبب لهذا المرض، وهي مبدأهم الوقاية قبل العلاج. فمبدأهم يحاولون تعديل هذا الجين، إعادة صياغة وكتابة هذا الجين مرة أخرى بحيث لا يسبب الطفرة الجينية المسببة لضعف العضلة، إما جعله متحور من جديد بشكل طبيعي أو حتى جعله خامل ولا يسبب يعني الضعف. أستاذ يعني في هذه في تفاصيل هذه الدراسة دكتور يقال بأن سيتم استخدام جزيئيات تعمل مثل أقلام الرصاص لإعادة كتابة الطفرات المفردة المدفونة داخل الحمض النووي التي هي تشكل عادة الخلل، وعندما ينتج هذا الجين المعيب بروتينيا غير طبيعي يهدف الفريق إلى تصحيح أو إسكات هذا الجين. هل يعني نحن نتحدث في فترة سابقة يعني فترة الولادة عند الجنين؟ نعم صحيح. حتى عندما يكون الجنين في الرحم، حتى عندما يكون تكون الجنين، إذا نعرف أنه في عائلة محددة يوجد لهم أمراض القلب الوراثية يستطيعون عمل أبحاث وتحاليل دم وصور أشعة سونار ويتأكدون من وجود اعتلال أو مرض في القلب، وأنه مثلا هذا الجنين أيضا مصاب، ويبدأون في العمل على ذلك. وهناك أمل أيضا أنه هذا الجين متى ما تم تعديله لا ينتقل للأجيال الأخرى عندما يتم تعديله. طب دكتور عادة يعني في حالتين، هناك حالة التي نتحدث عنها الآن، هناك هذا الجين المعيب الذي ينتج بروتين غير طبيعي، ولكن في بعض الحالات لا ينتج هذا الجين المعيب بروتين كافي. هل ممكن أيضا هذه الدراسة أن تصحح هذا البروتين أو تزيد من بروتين كاف له؟ صحيح. فهم يعملون أيضا على ذلك. إذا بروتين القلب وهو إنزيم التروبونين وهو إنزيم عضلة القلب، فهم يعملون على ذلك. هم أيضا يعملون في نفس الوقت على محاولة صناعة أنسجة عضلة القلب، فبحيث إذا أصيب هذا الشخص وحصل ضعف دائم أو تموت في جزء من عضلة القلب، يتم استخراج هذا الجزء ووضع العضلة السليمة الجديدة ويتم زرعها. نعم. أيضا يعملون بنفس البحث على محاولة إنشاء شرايين جديدة أيضا، لأن إذا حصل تصلب للشرايين يجب أحيانا تبديلها حسب شدة التضيقات في الشرايين القلب، فهم أيضا يعملون على ذلك. طيب هل هناك من مخاطر دكتور عبد الكريم يعني إثر هذه الدراسة؟ صحيح. الدراسة لا تزال وليدة وهي في طور التجارب وعلى الحيوانات في الوقت الحالي. إجابة على سؤالك، المشكلة الرئيسية الآن في عمليات الزرع القلب، يعني شخص حصل عنده ضعف شديد في القلب وتم علاجه في الأدوية والآن يعني وصل لمرحلة متقدمة، فيتم الحاجة إلى زراعة القلب. المشكلة في زراعة القلب ما يحصل، نريد ونحن بحاجة لإيجاد أولا الشخص المطابق، وحتى إذا تم إيجاد الشخص المطابق قد يحصل رفض من الجسم نفسه. فهم يحاولون إيجاد طريقة أن يتم إلغاء هذا الشيء، اللي هو أن الجسم يرفض الخلايا الجديدة هذه، لأن إذا حصل الرفض لا ينجح العلاج. وهذا قد حصل في العملية الحديثة، قد سمعتم بها جميعا، عملية زرع قلب الخنزير عند أحد المرضى. ما حصل، توفي هذا الشخص بعد شهرين، وكان السبب رفضه الجسم، مع أن كان يعني كانت دراسة جدا واعدة وعلاج واعد. أظن أن الدراسة لا تزال في بدايتها وهي واعدة جدا، وبشكل عام علاج أمراض القلب يتطور بشكل سريع جدا. هناك أبحاث الجينات DNA الذي يقومون به، وهناك أيضا أبحاث على الخلايا. سؤال أخير دكتور لنستفيد من الوقت المتبقي معنا، إلى أي مدى برأيك هذه الدراسة ممكن أن تعطي الأمل لملايين الأشخاص الذين يرغبون بالعلاج ويأملون بالحصول عليه؟
أظن أن هناك بارقة أمل كبيرة في هذا المجال، ونحن نتمنى أن يحصل تقدم أكثر، وفي الحقيقة سيستفيد منها ملايين الأشخاص حول العالم، لأن كما ذكرتم في التقرير شخص من كل 250 شخص مصاب في هذا المرض في عضلة القلب، وهناك كل أسبوع في بريطانيا 12 شخص يتوفى تحت السن الخامسة والثلاثين يتوفون نتيجة مرض في ضعف عضلة القلب أو تضخم القلب، وهو نعم. مرض يعني يحصل فيه وفاة مفاجئة بسبب اضطراب نظم كهربة القلب. عندما للأسف نحن لا نفكر كثيرا في الثواني التي يستعملها القلب، وثانية واحدة تكفي لأن تنهي حياتنا. شكرا للدكتور عبد الكريم شرف، الاستشاري في أمراض القلب والأوعية الدموية والقسطرة التداخلية.